يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. مازالي مع موضوعنا هاد السيمانه في هاد النص الاول من ميتنا، واللي هو على الاقتصاد ديال الماء وقت السقا. والباح كنا تلينا كلام على الماء اللي تيضيع في السواقي فاش تيتفرق على الضيعه ملي تيخرج من البير ولا تيدخلها من السواقي ديال المكتب الجهوي. واليوم نزيدوه خطوه اخرى ونشوفوا المرحله اللي تابعه واللي يمكن يضيع فيها الماء حتى هي بكثره وقت السقا. هاد المرحله هي البقعه نفسها اللي فيها الشجر ولا الزرعه اللي خاصهم يتسقاو. وبين ان الانسان اللي مثلا تيغرق شجره بالماء ولا الحواض ديال الفصه ديالو ولا البحيره ديالو بلا ما يراقب شحال خاصها فعلا وشحال واصله الحاجيات ديالها من الماء في هذاك الوقت ولا في هذيك المرحله الزراعيه من اش تدوز، واضح انه تيضيع الماء اكثر من السيد اللي كيف ما كان الحال تيخدم عقله وتيقلب التربه ديالو قبل ما يسقيها ومن بعد ما يسقيها، واخا انهم بجوج ما عندهم حتى شي وسيله وما مخدمين حتى شي طريقه عصريه ومحكومه باش يعبروا شحال خاصهم يعطيو في كل سقوه ديال الماء. وبشكل سهل وواضح، الى حفرنا حفره في الارض اللي فات عليها نهار ولا يومين باش شربات الماء اللي تعطى لها ولقينا فيها الماء تعدى بزاف الغرق لاش واصلين العروق ديال الشجره ولا ديال الزرعه اللي فيها، غادي نكونوا متيقنين اننا ضيعنا بزاف ديال الماء وقت السقا ديالنا. ملاحظه اليوم. الضياع ديال الماء اللي دوينا عليه اليوم في كلامنا على موضوع هذه السيمانه واللي هو الاقتصاد على الماء في السقا، كان هو الضياع في البقعة اللي مغروسه ولا مزروعه بشي فلاحه. وشحال من واحد من الاخوان لا الفلاحه ولا التقنيين اللي ما قرابش بزاف من هذا المشكل ديال السقا والضياع ديال الماء اللي فيه، تيتخيلوا بسهوله ان الضياع في السواقي ممكن وممكن بلا مناقشه، والضياع في البقعة يمكن يكون بواسطه الشمس اللي تضرب في الماء وقت يكون معمر الربطه ولا الجفنه ديال الشجره، ولكن تجيهم من البال ان الضياع اللي تيمشي لتحت في الغرق ديال الارض ما هو الا قليل وما عندوش شي اهميه كبيره بالنسبه للشيء اللي تيضيع في السواقي ولا بالتبخور في الهواء بسبب الشمس والريح، والعكس هو اللي صحيح، لاننا حفرنا حفره فيها 3 متر ديال الغرق في بقعه مغروسه ليمون ولقيناها من الدياوره وهي حتى لهذيك 3 متر في الوقت اللي العروق ديال هذيك الشجره ما كانوا واصلين الا الغرق ديال 70 سنتيم. إذن الماء اللي ما بين 70 سنتيم و 3 متر أي في 2 متر و 30 سنتيم كله ضايع أو على الأقل الكثير منه ضايع. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.